وخبر زوين خوتي المغاربه، سمعوا هذا الفيديو، تبعوا هذا الفيديو، غادي نقول لكم المدن اللي غادي تشتغل فيهم رايانير. راكم عارفين بان درت لكم فيديو هذه واحد المده، قلت لكم بان شركه رايانير غادي تشتغل داخل المغرب وبالاثمنه يعني مناسبه. دابا راه القرار جا وراه يعني هذا الشيء رسمي بان شركه رايانير صافي لقات اتفاق مع الحكومه المغربيه باش تشتغل داخل المغرب، وغادي تشتغل يعني وقلنا 11 ديال الخطوط اللي غادي يعني تشتغل فيهم داخل المملكه المغربيه وما بين المدن اللي غادي يعني تخدم فيهم. هما غنقول لكم دابا هما اكادير، الرشيديه، الصويره، فاس، مراكش، ورزازات، وجده، طنجه، وتطوان. المهم هاد المدن راه هما اللي غادي يعني تشتغل فيهم داخل الوطن. وكما قلت لكم في الفيديو السابق راه شي حاجه اللي هي مزيانه، لان الناس غادي تلقى تسافر بالاثمنه مناسبه، وغادي يعني حتى داكشي ديال الكيران وداكشي ديال يعني فاش كيتكرفص بنادم وكذا غادي يخفف شويه على الطرقان. مهم هذا الشيء غادي يبدا ان شاء الله ابتداء، نسيت ما قلت لكم، ابتداء من الصيف 2024، يعني هذا الصيف اللي غادي يجي ان شاء الله. مهم حيت يحلوا لي ريزيرفاسيون غادي ندير لكم الفيديو، تبعوا في هذه القناه.